لو تشوفوا منظره وهو كشش في جلده زي الفار اللي قطعوا له ديله، حكاية يا اخويا. ده اللي قدرت عليه. انا قلت بعد اللي عمله معاك حمادة هتعلقه زي الدبيحة وتخلي اللي ما يشتري يتفرج. اصلك انت غلبانة، اخرك ترفعي شبشبك على اللي بخ فيكي، انما عشان تموتي في جلده وتزلي انفاسه يبقى كده كسرتي بحقه حقيقي. يا لهوي عليك يا بلبل، جبت الغل ده كله يا اخويا منين؟ طب ونسيبك رخا؟ ما تقوليش نسيبي، انا خلاص بعت لام واخده يجي ياخدوه. جرايا وليا تعرفانه مني كده ليه؟ عشان اللي ضربك وهان كرامتك خوفته، لكن اللي حكم في اهله وبعدك عنهم بالاصول كسرته قدام حريم. وليا افهمي، حماده الطيب وش في وشه على طول، فكان لازم يفضل خايف مني، انما الباقي في التاني سكته اتقطعت، وكان لازم يحصل اللي حصل معاه ده عشان محدش غيره يجي ويعملها معايا. ورحمه ابويا كل كلمه قالها في بيتهم دخلت في جدته زي السكاكين. يا لهوي عليك يا بلبل، فيك ايه؟ استهدى بالله يا اخويا، استهدى بالله وصلي على النبي. كان بيت ربنا من احلاله، احله حتى لو يرمي له اختبار رخيص. بس كنت عايز اذله اكتر واوجعه اكتر، مش عارف عملت كده ازاي، بس كنت لازم اوجعه. انت عارفه ميسا، يوم ما مديت ايدي على نصر جريت الشارع ادور على الواد ده، كنت مستنى معه في اي حته عشان اخلص عليه، اخلص من الواد اللي كان هيجيب العار لبيت جدل، بعد ما عملت كل حاجه صح وغلط عشان اوقف البيت ده وسط بيوت الخال. بس اول ما شفت قاعد على الرصيف وضمم نفسه كده مش عارف يروح فين ولا يجي منين، ساعتها ما عرفتش اعمل ايه. يا حبيبي قلبك رق، طول عمرك الطيبه محوطاك حتى لما تعمل قاسي. الموضوع مش موضوع طيب ولا قلب، انا شفت نفسي في الواد ده، افتكرت زمان لما قالوا لي ابوك اتحبس واخواتك بقوا امانه في رقبتك. ساعتها عملت زي، جريت في الشارع وقعدت على الرصيف وبقيت بطولي في وسط الدنيا الواسعه دي. ساعتها بس حسيت ان الواد ده شبهي. ياه، عشان كده بقى رديته لحضن امي. لحضن انا يا ميسا، حسيت الواد ده مش لازم يشوف اللي انا شفته في حياتي. طب روق يا زيد، صلي على النبي يا اخويا. عليه الصلاه والسلام، الواد ده لازم اعوض عن كل حاجه فاتته، وعايزك انت كمان يا ميسا تفضلي جنبي وتفكريني كل ما انسى. عمر عبد الحليم مش لازم يطلع سيد جدل. ليه بقى؟ هو سيد جدل وحش ولا ايه؟ ده سيد جدالة ده سيد الناس كلها.